الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه السيد وزير الدولة السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه الوافرة هذه بضعة أيام خرجنا واحد الوثيقة وزعناها وأمس كانت لقاء مع عدد من الصحفيين تتضمن عدد من الإجراءات أو الأمور التي قامت بها الحكومة في السنة الماضية واحد الوثيقة تقريبا ساهمت فيها جميع القطاعات لكنها ملخصة الحمد لله لقت صدى طيب وهي كتبين بأن الشعار اللي انطلقنا به هو شعار الإنصات والإنجاز وشعار كنديروا كل جهدنا باش نوفيو به وحنا عارفين بأن هناك صعوبة الظروف بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنة والمواطنين بأن هناك انتظارات كبيرة من هذه الحكومة صحيح شي كل شيء ولكن أيضا نريد أن نقول بأن احنا واعين بهذه الانتظارات وكنديروا جهدنا نخدموا بها في إطار فريق حكومي يعمل جاهدا ليكون منسجما نحاولوا ما أمكن نصحوا الاختلالات ديالنا احنا قبل ما نعيبوا على شي واحد آخر وبغيت نشكر جميع السيدات والسادة أعضاء الحكومة وأيضا حتى الإدارة لأن الحمد لله برهنا على أن هناك أمور كثيرة دارت إيجابية مهمة هذا لا يغطي على النقص الموجود بطبيعة الحال ولكن هناك أمور مهمة دارت وأهم شيء أن أعلنا شنو هي الأوراش اللي غادي نشتغلوا عليها أهم الأوراش اللي سنشتغلوا عليها في السنة الثانية ديال الحكومة وهذه الأوراش يمكن نقسموها لثلاثة المحاور الأساسية محور اقتصادي محور اجتماعي ومحور ديال الحكامة وديال الحكامة الإدارة الإدارة والحكامة فيما يخص محور الإدارة والحكامة والمحور السياسي العام طبيعة الحال غادي نبداو في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي الآن وضع برنامجها التنفيذي وأيضا غادي نبداو عمليا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي احنا سعيدون لأن جلالة الملك في رسالة ديالو إلى القمة الإفريقية أشار إليها وأشار إلى أن المغرب كيعتني بهذا الموضوع وعاطيه اهتمام كبير مكافحة الفساد ثانيا على المستوى الاقتصادي هناك جوج أمور أوراش مهمة هو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأيضا إخراج الميثاق الجديد للاستثمار اللي هما أوراش راه مشتغلين فيهم منذ فترة بجد وحنا في اللمسات الأخيرة في المشروعين كليهما وحنا كنأملوا بأن إلى خرجناهم غادي يكون عندهم واحد يعطي واحد الدفعة للاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي أيضا في بلادنا هناك القطاع أو الشق الاجتماعي اللي هو أيضا فيه إصلاحات مهمة على الطاولة مهمة جدا غادي نواصلوا بطبيعة الحال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة احنا تطبيق تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 بدينا فيها عمليا وغادي نواصلوا التطبيق ديالها وانتم كتعرفوا راه شرنا منذ أسبوع إلى لهذاك إطلاق البرنامج ديال الإجازة المهنية في التربية اللي هي من التوصيات ديال الرؤية ومن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وهي من الأعمدة ديال رفع جودة التعليم وبغيت نشكر بطبيعة الحال الوزارة الوصية وأيضا نشكروا الجامعات التي انخرطت في هذا الورش اللي غادي ان شاء الله يمكننا باش مدرس المستقبل يكون مدرس عنده واحد المسار معين في التكوين المهني خاص اذا هذا التعليم والصحه غادي نواصلوا لا على مستوى الدعم المالي ولا على مستوى الدعم في الموارد البشريه وعلى مستوى رفع الجوده ديال في التعليم وفي الصحه وبطبيعه الحال انا شخصيا كرئيس الحكومة
تحت تصرف طبيعة الحال السيدين الوزيرين في نقاش مستمر في أي مشروع، أي مشروع لنا تحت التصرف باش نسهلوه ونيسروه ونسرعوا به أيضا. وهذا الورش نعطي اهتمام طبيعة الحال. هناك أيضا البرامج الاجتماعية، هناك منظومة لإصلاح الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج الاجتماعية، وعلنا عليها مرارا. هناك دراسة أطلقت المرتبطة بالتقائية البرامج الاجتماعية، هي إن شاء الله راه في القريب غادي تكون موجودة، وغادي تكون عندنا صورة واضحة كيف يمكن نرفعوا الفعالية ديال هذه البرامج الاجتماعية الموجودة أصلا، والتي كتوجه لفئات مختلفة. ثالثا اللي هو ورش مهم جدا، وإن شاء الله في هذه اليوز غادي نعطيو الانطلاقة العملية ديالو، اللي هو تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة، على غير الأجراء. فلذلك إن شاء الله غادي يهم 10 مليون شخص تقريبا في الأفق ديال بضع سنوات، ولكن من السنة الأولى غادي نبداو الشرائح اللي مهمة والمهن المنظمة بالخصوص. عندنا الاستمرار في برنامج الفوارق، تقليص الفوارق الاجتماعية، اللي هو برنامج هاد السنة من يوليو الماضي 2017 عطينا له انطلاقة، وهاد السنة راه غادي تبان النتائج ديال التنفيذ ديال السنة الأولى منه، 8 مليار ديال الدرهم في سنة 2018 إن شاء الله، وغادي يمشي مرتبط بالطرق والمستشفيات والخدمات والتعليم وغيرها من الخدمات اللي هي أساسية بالنسبة للمجالات. إذن هناك برنامج واضح في هذه السنة الثانية للحكومة، وعندنا مشاريع واضحة إن شاء الله غادي نعطيوها إما انطلاقة أو غادي ينتهي التنفيذ ديالها، وبهذا تكون عندنا واحد الخريطة واضحة للإصلاحات التي سنتعامل معها. وطبيعة الحال الإصلاحات كلها هي أفقية، بمعنى مدخلين فيها عدد من القطاعات، ماشي إصلاح ديال قطاع واحد. وبطبيعة الحال إن شاء الله احنا معولين على جميع الإخوان والأخوات، لا في الإدارة العمومية ولا في القطاع الخاص بالخصوص، لأن في جميع هذه الأورش القطاع الخاص الشريك، وعلى النقابات، وحنا غادي نحاولوا ما امكن ننجحوا باذن الله الورش ديال الحوار الاجتماعي الذي بدانا، يعني مره اخرى النقاش حول النقابات حوله. كاين ما كاينش نقاط خلاف كثيره، كاين محدوده، وان شاء الله غادي نقلصوها ونقربوها الى ان نصل الى هذا الاتفاق في القريب باذن الله. وحنا متفائلون ونريد للجميع ان يعني ان يكون يعني يكون يفتخر بكونه مغربي، كل مواطن مغربي يمكن يفتخر لأنه مغربي، لأن مساحات الإصلاح متاحة، مساحات الإنجاز متاحة، مساحات التعبير عن الرأي متاحة للجميع، مساحات فعالية المجتمع المدني، فعالية الأحزاب السياسية، فعالية النقابات اللي هي مكلفة بالوساطة بالخصوص والتأطير، هي راه متاحة. نتمنى على الله الناس اللي في هاد الهيئات ديال الوساطه ان يكونوا فاعلين باش يقوموا بالادوار ديالهم، وحنا كحكومه مستعدون لدعم كل الجهود للاصلاح في بلادنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.